اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالي عن طاعتك وامتهاني بمعصيتك، وأن يحسن عندي ما حسن لي، وأن يثقل علي ما كره إلي. اللهم أخسئه عني بعبادتك، واكبته بجدي في محبتك، واجعل بيني وبينه ستراً لا يهتكه، وردماً مصمتاً لا يفتقه. اللهم اشغله عني ببعض أعدائك، وعصمني منه بحسن رعايتك، واكفني خطره، وولني ظهره، واقطع عني أثره. اللهم ومتعني من الهدى بمثل ضلالته، وزودني من التقوى ضد غوايته، واسلك بي من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلبي مدخلا، ولا تبطل له فيما لدي منزلا. اللهم وما سول لي من باطل فعرفنيه، وإذا عرفتنيه فقنيه، وبصرني ما أكايده به، وألهمني ما أعده له، وأيقظني عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوني عليه. اللهم وأشرب قلبي الإنكار عليه، وألطف لي في نقض حيله، وحول سلطانه عني، واقطع رجاءه مني، واذرأه عن الولوع بي، واجعلني منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسني منه جنناً واقية، وأعطني عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية والألوهية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتق ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبته إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلني في نظم أعدائه، واعزلني عن عداد أوليائه. لا أطيع له إذا استهواني، ولا أستجيب له إذا دعاني. أأمره بمناواته من أطاع أمري، وأعظ بمعاداته من اتبع زجري.